جاءنا التعليق ها؟ جاءنا التعليق الشيخ، هو تعليق الشيخ محمد حامد الفقي وراجعه الشيخ عبد العزيز بن باز. تعليقات الشيخ محمد حامد ما هي مثل تعليقات الشيخ بن باز، فيها شيء قد يكون فيه نظر. تعليقات الشيخ محمد حامد فيها شيء فيه نظر، نعم. وعنده غيره رحمه الله، وعنده محبة للتوحيد، وعنده، لكن قد يغلط، نعم.